في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة Thank you.
فارس يلا يا فارس، ماما عمال يصفلك من تحت. يا ماما الساعة كام؟ معرفش، راحت علينا نومة، المنبه ما ضربش. يلا قوم. ده مؤمن. أنا عمال أقول لك بيصفلك من الصبح. سندوتشات أهي في الشنطة. اعمل حسابك مفيش نزول من غير فطار. عشان اللي طول الفطر. كده كده هيفوتك أصلا. تعالى يا مساعد. البس عشان تحرم تنام متأخر. يلا خلي بالك من نفسك حبيبي. يلا مع السلامة يا دنيا. فارس أنا عالي. ما أنا أقصد علي. اصحى يلا عشان تتأخر على المدرسة. يا ستي أنت لسه فاكرة؟ دول زمانهم رفضوني. الكلام ده تقوله لست الوالدة مش ليا انا. عموما حظك وحش، كنت ناوية اديك مصروف وانت رايحة مدرسة. ايه لا خلاص خطير. أيوة وفاء، معلش متزعليش. وفاء عايزاكي تجيبي شنطة وفيها هدوم ليا. أنا هديك العنوان بس حسك عينك حد يعرفه، خصوصا زيدي. سامعة؟ حاضر يا مدام، مسافة المشوار هكون عندك. حاضر. أخيرا ربنا هداكي وراجع شغلك. دور يا راجل، أنت حد وصلتك على خدتي ولا إيه؟ الله فيها وفاء، وانت يا تغيبي هناك باليومين ثلاثة يا تقعدي على قلبنا ما تتعتعيش. يا بنات الاكل يا بنات. ها رايحة امتى؟ فيها صبح على الصبح. الله، عايزة اطمن عليك عشان تشوفي اكل عيشك يا وفاء. من امتى يا اخويا اكل عيشي كان بيبقى شاغل دماغك؟ صحيح، ده النهاردة واحد منه. طيب يا اختي، مادام جبتيها على بلاطة كده فك كيسك. الكيس فاضي يا صبحي وانت عارف. خد يا بنتي انت وهي، خدوا انتوا الاثنين. فين اختكم ما؟ الله، ما هم انا لقيتهم متعينوا اهو. الا فيها صبحي، انت مش عايزني ادي للبنات مواصلاتهم ولا ايه؟ فين اختكم؟ نايمه. نايمه؟ لا هي استحلت الغياب من المدرسه ولا ايه؟ خشي صحيها. يوه، هو احنا لسه هنستنى؟ احنا اتاخرنا. بيت رجلكوا على رجل اختكم الكبيره، انا بقول لكم اهو. انت يا بيت، بيت يا رادوى اصحي بقى. اختي ما تصحي يا بنتي يا بنت الكلب. البنت لسه ما صحيتش؟ يا سبتي يا ابن الحراميه يا صبحي. رجالتنا صباح الفل، ايه الاخبار؟ احلى صباح. عم استغل على ايه؟ ليه؟ مظبوطين ولا عدوه؟ ايه يا عموهم؟ صباح الفل. ايه يا رجاله، انا كلام بالاصول. سيد القرش معرفش للاصول يا جبر، ولا ليه الكلام تاني؟ يا باشا كلام سيد القرش على قلبه زي العسل. من كان حبيبك عسل؟ ما تلحسوش كله، وانت لحسته كله ما سبتلوش الا الرايش. والليله لازم الحساب كله يخلص، ماذا والا؟
هديك يا وحيد. افطرت يا بيبي؟ سبقتك حبيبي. بموت في اللي جابت أمك. تعرفين لسانك طويل؟ تعرفين أني أعشق وأموت بلسانك الطويل وأذوب بشعرك الطويل هذا وريحة شعرك. عايزة فلوس. شقد؟ 60,000. لحقتي تصرفين الفيزا كلها؟ 60,000 دولار. تؤمر حبيبي، راح انزل ابيع الفيل اللي تحت العماره والفلوس تكون جاهزه. تتخبطي صرت هندي يعني. عم مسعد، صباح الخير يا أنسة زيزي. صباح النور يا عم مسعد. العربية جت امتى؟ لسه جاية دلوقتي. صحيح، السواق ساب المفتاح وقال ان حضرتك اللي هتسوقي. تمام، ممكن لو سمحت تتصل بسوبر ماركت بس يجيب لنا شوية حاجات للتلاجة. التلاجة مليانة حضرتك. انا جبت الطلبات اللي قلتيلي عليها امبارح. معلش، خليه يجيب نفس الطلبات تاني. حاضر. صباح الخير يا زيزي. صباح النور يا وفاء، جيتي في وقتك، كنت لسه هتصل بيكي. قلبي دليلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنت حنان، ما تمدي. ماني هو يا بالله. مش كفايه بقالي ساعه مستنيكي تتنيلي في الغندار قدام المرايه؟ بقول لك يا زيزي، لو احتجتي اي حاجه ما تخلي جوه، ما تكسفيش. يلا بالاذن. مع السلامه. البيت بقى زريبه. الله يكون في عونك. معلش، ما انا بردك خدت لي يومين حلوين اجازه. طب يلا يلا. تعودتي على الشرب دينا. البركه فيك. وتعوفيني اروح زعلان رغم كل اللي صار البارحه؟ قلتلي بقى، يعني انت لسه زعلان عشان هديتك اللي ضاعت؟ خلاص، انا قلت فدوة إلك، خلص الموضوع كافي عاد. وانت يا جاسم بعد ما علمتني الضرب هتمشي وتسيبني كده اضرب دماغي في الحيط بالشهر والشهرين؟ يعني لازم دماغك بنص مليون جنيه؟ يا مجنونة كده يا جاسم؟ دلوقتي جناني ما بقاش يعجبك؟ ما بقاش يكيفك؟ لما احكي تسمعيني؟ لا ما عاد يكيفني. و
ولا انت صرت تكيفيني. ايوه يا زفت، انت فين؟ ما جيتيش ليه؟ غرفي 60 دهية، يلا خلاصي. قدمي يا نانا، تعالي. اهو دي الاستاذ امجد اللي هيفطمك على كل صغيره وكبيره في المصنع. حنان بنت البكريه اللي ان شاء الله وبدون مقاطعه هتبقى سكرتيره المدير العام. بتقعدي يا بيت. انا عايزك بقى ايه تدريها على كل صغيره وكبيره هنا في المصنع. انا امال انتوا شباب زي بعض وتفهموا بعض كويس قوي. افوتكم بقى عشان اشوف موضوع الكمبيوتر. اشوف كنت هنسى. انا عايزك بعد ما تفطم نانا على كل صغيره وكبيره تعدي عليا في مكتبي وتجيب معاك الدفاتر بتاعه الحسابات. افندم قصدي ليه يعني؟ ليه ايه يا ابني؟ امال في مدير عام يبقى قاعد كده مش فاهم حاجه؟ يبقى قاعد زي الكرسي اللي قاعد عليه. سؤال، وانا داخل من البوابه لقيت عامل واقف كده حراسه. اللي انت وديته الحراسه فين يا سي امجد؟ لا ما الامن كله هيتغير من اول النهارده كده وانا اخر من يعلم. ما بعد ما المصنع اتسرق امبارح استاذ خليل بقى غير الامن كله. المصنع اتسرق؟ يا سنه سوخي. انت بتستعبطي؟ هو انا مش قايله لك انه ماشي بدري؟ ايه اللي اخرك يا زفته؟ ايه ده؟ انت ايه اللي شلفت وشك كده؟ كنت بحلق يا اختي اتعورت. ما اشوف مين على الباب واجي. يا استاذ ثانيه واحده، انت ازاي السكيورتي اصلا يسيبك تطلع يعني؟ مقدم نذر التوني، مباحث جنائيه. فرق كبير قوي ما بين هنا وبين بيت خالك في كرداسه. لا برافو. عجبك ذوقي؟ الله، هو مش ذوق جاسم؟ عيب يا بيه، هي الرجاله بتنقي حاجات حلوه وشيك قوي كده. يا ترى جاسم يعرف عن علاقتك بفارس؟ قلت لي بقى اسمك ايه؟ نادر. انت بتشتغل صحفي في جريده صفراء مش كده؟ اتعالي يا بنت. طب انا هعمل لكم حاجه هتشربوها. طب وهي المباحث هيفرق معاها في ايه؟ اذا كنت تعرف فارس على جوزي ولا ما تعرفوش؟ ليه هو انت ما تعرفيش ان الراجل اللي انت مرفقاه اتقتل؟ ومين في مصر ما يعرفش الست اللي لقيت راس ابنها في الزباله؟ لا مش مهم الناس تعرف ايه، المهم انت تعرفي ايه. انا ما اعرفش اكتر من اللي قريته عن الحادثه في الجرايد. ليه هو ما جاش يعني يودعك قبل ما يسافر؟ يودعني؟ ليه هو كان طالع الحجاز؟ عندك حق. أمال آخر مرة شفتيه أمتى؟ قبل ما يسافر السخنة بثلاث أيام كان بيت عندي. يعني ما كنتوش متخانقين ها؟ وكنتوا سنة على العسل. أمال ليه ما كانش بيرد عليكي آخر يوم؟ عادي، أكيد مراته كانت جنبه. معقولة 30 مس دكول ومش عارف يزوغ منها عشان يرد عليكي؟ وأكتر كمان. ما أنت ما تعرفهاش، دي كانت لازقة له عاملة زي الخفاش،
كانش بيعرف يفلفص منها. طب قولي لي يا دينا، فين اللابتوب؟ انا ما عنديش لابتوب. انت فهماني كويس؟ حقيقي مش فاهمه. اخر مره فارس كان عندك ما سابش اللابتوب بتاعه؟ وهو فارس برضو لما هيجي هيجيب اللابتوب معاه عشان يعمل بيه ايه؟ على فكره فارس اول ما بيجي هنا بيدخل على اوضه النوم عدل. مفهوم مفهوم. طب يعني وانتوا قاعدين كده في ساعه الصفا ما كانش بيحكي لك انه متخانق مع حد، زعلان من حد؟ حتى لو عنده مشاكل الدنيا كلها فارس كان بيجي هنا عشان ينسى كل همه. انا وفارس لما كنا بنتقابل ما بنتكلمش في اي مشاكل ولا اللي في الدنيا عامله فينا. ماشي دي. طيب يا دينا، انا متاكد انك ما قلتيش كل اللي عندك، فانا هديكي فرصه ثانيه عشان تراجعي نفسك. هستنى منك تليفون تقولي لي كل حاجه تعرفيها. وعايز اقول لك على حاجه، انا المره دي استنيت لما جوزك مشي، المره الجايه هستدعي شخصيه. نادر بيه، لو حضرتك عايز تعرف اي حاجه عن فارس ما تسالنيش انا، روح اسال امه. اطلب تمن الكراسي، هما مش استلموها يدفعوا. يلا. من غير سلام ولا كلام، معناته ان المصنع يتسرق وما تدينيش ولا حتى الو. ابقى المدير واخر من يعلم يا خليل. لا يعني المبلغ بسيط ما يستاهلش ازعاجك. ازعاج؟ ليه؟ اللي هو انا ضيف. حاضر، المره الجايه ان شاء الله نبقى نبلغك في ساعتها. هو لسه في مره جايه؟ حصل ده ما يتكررش. لازم تعرف لي مين اللي عملها. البوليس بيحقق. والحراسه، طقم الحراسه اللي انت غيرته من غير ما تشورني كده ازاي؟ صباح الفل يا مدير. صباح الخير. صباح الفل يا مدير. اهلا يا جاب. طقم الحراسه الجديد وصل تحت وفي انتظار التعليمات. كده كده بتشيله وتغيره من غير ما تشوروني؟ طب ايه رايك انت وهو على جدتي ان طقم الحراسه ده يهوب عتبه البوابه؟ لنا يا هما النهارده في المصنع، عارف مكتب اختي، لما تنفذوا التعليمات وتعرفوا مين مديركم مستنيك يا خليل في مكتبي. ايه ده، غضب ربنا على وشه، اعوذ بالله. زودها قوي يا مدير الراجل ده. معلش اخره النهارده ان شاء الله، انا هتصل بزيزي تيجي تنهي الموضوع. ايوه بقى يا مدير، على الحلال خبره، خبره لا يستهان بها على الاطلاق. عايزين نشوف شغلنا بقى يا مديري. بلا في خلقته، شكله غريب جدا. ايه ده؟ طيب عقبال ما يقول المدير كنت عايز منك طلب كده يعني. بقول لك ايه؟ اوعى تزعلني، انا مش عايز ازعل. انا اقدر ازعلك يا مدير؟ ده انت في الحته، ده انت في اقصى اليسار يا مدير. ده انا حتى مش عايز منك ولا من ليه، انا بس كنت عايز منك يعني بص العين السود. السود ايه؟ الكلام ده تقوله للست الوالده تستعطفها بيه، انما انا لا، وقايل لك شغلك بره انا ماليش فيه. حقك يا مدير. انا متعور يا مدير. يلا. طب اي نفحه. الله جبري يلمك. وبعدين بقى انتوا هتستلموني؟ حقك عليا ما تزعليش، الحق عليا ان انا ما رضيتش اجيلك والظابط عندك. ده انت عبيط بقى، ما انت هتتلط معانا. حسن، اسمي حسن وطول عمري مطلوط في الدنيا، يعني مش هتفرق لو اتلطيت معاك. اه يا ظابط يا خالد. امشي دلوقتي، انا مش فايقه لك النهارده. ليه؟ ده حتى اللي بيسافر واكيد ساب الخير كله. وانت ابن حلال فعلا، التلاجة مليانة خير. خش يا حبيبي كل اللي انت عايزه واتكل على الله. انا عايز حقي، شقايق تمن سكوتي كل ده. السفرية الجاية بقى وعليك خير. ازعل منك؟ مش انا اللي اتمطوحيني يا هانم. اتصرفي. اتصرف اعمل ايه؟ انت مجنون؟ هجيب لك نص مليون منين؟ حدهم لك من مصروف البيت ولا اروح استلفهم لك من خليل في كرداسة؟ الله، هو مش حبيب القلب كان ناوي يدفع؟ انت شكلك بتستعبط. من غير ما تتنرفزي اهدي وفكر معايا. هو اللي مش هنجيبه من حبيب القلب، هنجيبه من امه.
ماشي يا حسن، اديني بس يومين كده وانا هتصرف لك في المبلغ وهجيب لك الفلوس لحد عندك. تحت امرك يا نجاة. حاضر. هنعمل ايه؟ هنخرج. على فين؟ على ام. ايوه وفاء. ايوه يا حبيبتي، ايوه انا وصلت الشارع اهو. طب انت فين بقى؟ ايوه ايوه انا شايفاكي. بصي فوق شويه، انا بشاور لك اهو. ايوه ماشي خلاص، شفتك شفتك انا جاي. مش هتفطر يا فارس؟ ماليش نفس. انت ايه اللي سدد نفسك اليومين دول؟ هي المدرسه كده مش عاجباك؟ اصحابك الجداد بيعاملوك هناك وحش؟ انا ماليش صحاب. ايه حكايه البخور اللي انت طالع فيه اليومين دول؟ انت خايف من الحسد ولا ايه؟ معلش حبيبي، هانت كلها شهر ان شاء الله هنروح الفيلا وتبقى قريب من المدرسه وننسى بقى المنطقه هنا بكل اللي حصل فيها. هنبقى من سكان الفيلا زيك زي صحابك بالظبط. ما قلت ماليش صحاب. نهارك اسود سجاير. كده برضك يا مدام؟ هو ايه اللي حصل بس؟ حرام عليك. طب والله كمان مره حرام عليك كده تنشفي ريقنا عليكي. وفاء ما تخلينيش اندم اني قلتلك كمان. طب بلاش، انا بنتك الغلبانه دي ذنبها ايه؟ طب كنت حتى ردي على تلفونك. معلش يا وفاء، تزعليش مني. هقولك ايه بس يا مدام، ربنا يسامحك بقى. معقول يا مدام، معقول تسيبي الفيلا وتيجي تقعدي هنا؟ طب كنت حتى ردي برسالة، ده أنا رصيدي خالص على الرسايل. رسايلي باهني ما بسمعهاش. في ايه تاني؟ خليل المصنع سرق. يا لهوي، اقفل يا خليل، انا جايلك. بقول لك انا جايلك. مش يا وفاء. لا لا، انا بعد ما اعترت فيك حسيبك تاني مطرح ما تكوني هقعد. امشي يا وفاء، خليكي جنب زيزي، اوعي تسيبيها عشان خاطري. امشي يا وفاء امشي. حاضر. رباعية كده هخلص الديزاين يا ماجي. ما انا كده كده هشوفك، بس انا بقول هبعتهولك على الميل اسرع يعني. اوكي يلا سي. الو. ايوه استاذ خليل. ايه المصنع اتسرق؟ طب انتوا بلغتوا البوليس؟ لا قصدي المقدم نادر. لازم نبلغه طبعا، اكيد دي مش سرقه عاديه، جايه المصنع طبعا. هي دي محتاجه سؤال بس لازم هقوله الاول. هو بصراحه كده انا مش فاهم كلام حضرتك، يعني الرساله اللي جات لك دي معناها ايه برضه؟ مش عارفه يا عبد الله، بس لازم اروح المصنع اشوف ايه اللي حصل. حضرتك شاكه يعني في حد من الشغالين في المصنع؟ وليه لا يعني؟ صحيح، عادي اتفضل. قتل فارس مجرد بداية وسرقة المصنع مش النهاية. حضرتك الكلام ده ملوش غير معنى واحد، يعني إن حضرتك طبعا المقصودة من اللي بيحصل ده كله.
وده معناه ان حضرتك يعني لازم مدام مشيرة. مدام مشيرة. Uh-oh.